السلوك ديال التضامن. والاسلام دابا الناس حقيقه يؤمنون بالاسلام ولا يتاجرون به هو الذي يدعو الى التضامن. هذا الصندوق خلق سنه 1941 اخوات الاخوه 41 هذا الصندوق كاين، يعني هذه 74 سنه. وهذا الصندوق حتى رئيس حكومه او وزير اول ما بدا يبدو يزول هذا الصندوق باش يزيد في الاسعار. فلكن جا واحد النهار رئيس الحكومه وقال لنا صندوق النقد الدولي باش يبقى يعطي القروض للحكومه المغربيه راه تيطلب منا باش نروحو للبنك باش نزيدو في الاسعار ديال المحروقات والمواد الاساسيه. انا اعتبر ذاك حس ان الزياده في الاسعار هي خط احمر لا يمكن ان نقبله ولا يمكن ان نستمر في حكومه الى الاخير. علاش اخواتي الاخوه؟ لان احنا لما تقلنا الكلام طرحنا السؤال على رئيس الحكومه وعلى وزير الماليه انذاك، قلنا هذا الصندوق المغربي اللي عطانا القروض شنو هو العجز ديالو؟ عطانا الرقم بالضبط 27 مليار درهم. هي مشات لنا غير على سبيل دابا 10 مليار درهم اللي ما خلصتش الضرائب، وتابعين مول بيسريب هنا مسكين اللي ما خلصش الضرائب يديوها للحبس. هذه ماشي حكومة الشعب، هذه حكومة فئة معينة ديال مؤسسة الحكومة. قدمنا لها مذكرة بالضبط الإخوة يوم 30 مارس 2013. هذه المذكرة اللي جبنا لهم بالتفصيل وبالأرقام الخيرات اللي موجودة في البلاد. الخيرات اللي موجودة في البلاد. الصناديق السوداء اللي لجيت حرب الفساد ورينا ثاني حرب الفساد. فساد ماشي كاينش في الشعب المغربي. حنا لما جبنا له هذه المذكرة عطيناه 42 مليار ديال الدراهم اللي جبناهم، ماشي سمعت، 2 وهذه الأرقام. دابا المشكل اللي وقع على صافي شنو هو اللي غادي يوقف دابا؟ ليسونس ومازوت غادي تكرروا منين يجيبوه، لأن الشركة صافي في العجل وقفوها من البورصة صبحت طيب بين عشية وضحاها، معاني ديالها وقفوا. اليوم اللي تيدير الان مثلا السد الممتد غادي يوقف، ليسونس غاتقلبوا منين يجيبوه، والحكومة تتخلص سنويا 6 مليار ديال الدرهم من أجل السطوكاج اللي ما تيهداش في المغرب. قلنا لها 6 مليار بعد عندك ما تخلصهاش لذاك الناس. هاد الناس اللي تيجيبوا هاد المواد معروفين ومحسوبين على رؤوس الاصابع، راه كيجتر فاتورات ما تنراقبوهمش. ما عرفتيش هو الاستهلاك ديالنا السنوي او اليومي ديال المحروقات باش هاد الدوله تخرج هاد الفلوس من جيوب المغاربه وتعطيها لخمسه ولا 10 الشركات اللي هي شركات كبرى واللي ما تتعرض لا المحاسبه ولا المحاكمه، ولا شي واحد موظف مسكين او مستشار جماعي الى كان شي نهار دار شي كاس نتاي على لقاء ما يجي يحاسبوه وديوه للسجن. هادشي ما نقبلش ما نعرفوش، لان القضايير كلها رئيس الحكومه راه تتمشي. باش واجهنا قانون عفى الله عما سال، اللي نهب هاد البلاد واللي خرج خيرات البلاد وهربها كندا او انجلترا او فرنسا او امريكا قالوا خلص عليها 2% وفلوس حلال عليه، لم تظل سوداء صبحات بيضاء غير هذه الحالات ودخل في الفساد. يعني ما كاينش جريمه اكثر من هذه الجريمه. لما كانوا في المعارضه تيقول لك هاد الناس خصهم يتحاكموا ويتحاسبوا ورفع شعار لمحاربه الفساد، فاذا به حما هاد الناس وقال دخل 28 مليار درهم. التصريح ديالو رغم حنا تنعرفو هادشي ما كاينش ما كاينش، لان لو كان دخل 100 مليار درهم ما عندناش يزيد في المازوت. كان المازوت عندنا ب 120 دولار البارح، كان الثمن ديالو 8 درهم، اليوم ب 50 الثمن ديالو 9 درهم. علاش درنا هاد المقايسه؟ المقايسه هي لا طلع الثمن تنزيدو، هبط الثمن تنهبطو الثمن. هذا دار منشر طالع واكل نازل واكل، ما كاينش الوصال دائما في السيادة. هذا المشكل اللي عندنا هذا الحكومه، مشكل ديال الجوهر، لان احنا لا نفضل الكراسي
كان سيدي تتجينا من اجل ارهاق كاين الشعب او من اجل تفقير الشعب او من اجل تفقير الحركه النقابيه ما يكونش حوار اجتماعي لا نرضى بها ولا نقبل بها مهما كانت الظروف والاحوال. تفضلنا نكونوا الى جانبكم الى جانب الشعب المغربي في المعارضه المواطنه من اجل تحقيق مطالبنا. هذا هو رغم الاغراءات والوعود انا بقدمنا له المذكره ذات ساومنا شو هي المساواه؟ وعلاش ما تدخلش للحكومه؟ وعلاش ما تعطينيش فلان غير وضع فلان؟ ترجع الى احنا ما عندناش في القضاء الكره غنزولوا العايبين وتزولوا العايبين. احنا ما نفذناش البرنامج اللي وعدنا به الشعب المغربي خصنا نديروا برنامج بديل وما نكذبوش على الشعب ونخرجوا عند الناس ونقولوا لهم غنقلصوا من المصاريف قبل ما تزيد في الاسعار. قلصوا المصاريف ديال الوزراء، قلصوا المصاريف ديال الكبار الموظفين، وقلص من المصاريف ديال المهرجانات اللي كنت ضدها. البارح كنت تطيح علينا ب 3 مليار، اليوم في هذه الدرجة الحكومة تطيح ب 6 مليار. كيفاش البارح تدخل موازين لا واليوم الوزراء ديالكم اللي ساهموا حاضرين ودخلتي لنا المنكر حتى البيوت ديالنا عن طريق الدوزير؟ هذا شيء مرفوضه لأننا لا نقبلوا التمييز، لأن الحداثة عند حدود حداثة العنيف غير مقبولة في بلد إسلامي. نحن مع الحرية نعم، مع التشديد نعم، مع التطور نعم، ولكن نحافظ على توابيننا ومبادئنا والأخلاق ديال الأسرة ديالنا، لأن الأسرة ديالنا هي اللي مازال محافظة تماسكها مع استقرار هذا الوطن اللي ماشي رئيس الحكومة اللي دايرو ولا الحكومة، استقرار لأنه فقراء هذا الوطن المواطنين المغاربة بالتضحية ديالو بالكفاح ديالو بالنضال ديالو وبالصبر ديالو. هذا علاش كاين استقرار، هذا علاش كاين استقرار. ولذا الأخوات والإخوة خرجنا ولكن ما جلسناش، لأن فضلنا المصلحة العامة على المصلحة الشخصية. احنا ما يمكنش نبيعوا الشعب، والشعار اللي رفعناه هذه الانتخابات هو مع الشعب، وسنظل توفيا لهذا الشعب كيفما كانت الاكراهات وكيفما كانت الصعوبات، ولكن سنظل ابناء هذا الشعب، لان المؤتمر 16 لحزب الاستقلال غيرنا المفاهيم المغلوطه اللي كانت على حزب الاستقلال، وتفتح الحزب على الاسرائيل وجوه كل الشرفاء هذا الوطن وكل الكفاءات. ولهذا في هذه المناسبه ترحب بالجميع، الشباب، الشابات، الرجال، النساء، مجتمع الشرائح، باش يلتحقوا بصفوف حزب الاستقلال لنظل جميعا مع الشعب ومن اجل الشعب لنكافح من اجل استرجاع الحق، لان الحق يؤخذ ولا يرى، والحق